يصبح النور، صبح الفل، صبح السعادة. سألوني برشا ناس على الدجاج. دجاج بديت بأربع دجاجات، كل دجاجة 5 أورو ومعاها 3 سرادك. البيض متاعهم الكل اللي يكون ملقح شريت له ماكينة نرقد عليها العظام. سبحان الله، ماكينة نرقد عليها العظام اللي هي تقريبا سعرها ب50 أورو أظن. الماكينة هذه رقدت عليها تقريبا مرتين وخرجوا الدجاج هذوما اللي عندي. السرادك كان ممنوع عليا لأنه جيران تقلقت نظفهنا هنا. قد ما الفلالس يعني الدجاج الصغار خرجوا من العظام ومن الماكينة ونشحوا على خاطر كان البرد، خليتهم في الدار، ربيت شريت لهم الضو والماء متاعهم وكل شيء وربيتهم، اللي هما تقريبا هذوما هما اللي ربيتهم انا، وهذم زيدا ربيتهم هما صغار كي شريتهم. في سخنة الدنيا تقريبا عمرهم شهرين او اكثر خرجتهم لهنا نوكلهم فضلات البيض، او لاني انا نسكن لهنا بحذا فلاحة برشا ومنطقة ريفية وفيها الزراعة برشا، نشري القمح، يعني فضلات القمح، نشري فضلات القمح، فضلات المايس، اي حاجة من عند الفلاحة زيدا هما يستعملوها لدجاجهم ويكون سعرها يعني مش مرتفع، تقريبا 40 لترو أو أكثر، تقريبا 15.